الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اخبارنا واللي بنتابع فيه اهم اخبار الزمالك والاخبار المحليه والعالميه. وفي الفقره الثانيه هيشرفنا كابتن كريم ذكري لاعب نادي الزمالك السابق، وزي كل يوم وكعادتنا بنبدا بيه عناوين الاخبار. طارق حامد فين من المنتخب؟ سر الوجوه الجديدة في صفوف الفراعنة بكأس العرب. حجازي بديل إمام عاشور بعد وعكة كورونا. كريم ذكري في ضيافة أخبارنا. عن موضوع الحلقة النهاردة هو رأي حضراتكم إيه في انضمام أحمد حجازي للمنتخب بدلا من إمام عاشور استعدادا لكأس العرب. مساء الخير جماهيرنا العظيمة في كل مكان، حلقة جديدة من حلقات أخبارنا، حلقة دسمة مثيرة مليئة بالملفات الصعبة. هنتكلم النهاردة من القلب في كتير من الملفات اللي تخص نادينا. أول ملفاتنا النهاردة تحت عنوان طارق حامد. كلنا بصراحة يعني في قمة الغضب من استبعاد طارق حامد من قائمة المنتخب الوطني قدام أنجولا والجابون، وبعدها في القائمة الأولى للمنتخب في كأس العرب. احنا ما بنهاجمش القرار للبرتغالي كارلوس كروش، ما بنعملش كده، لكن من حقنا نعرف الأسباب اللي على أساسها تم الإبعاد، خاصة وإن المنتخب داخل على كأس العرب وعندنا غياب مهم بسبب إصابة إمام عاشور بفيروس كورونا. طبعا بنتمنى ليه التعافي السريع. بالمناسبة أنا يعني ما بتكلمش عن طارق حامد عشان أنا زملكاوية أو كده، لا طبعا، يعني طارق حامد يستاهل ان احنا ندافع عنه. بندافع عن نجمنا علشان يعني منتخبنا اللي بنراهن عليه ان هو يتأهل ليه كاس العالم. طارق حامد هو افضل لاعب وسط مدافع في مصر. طارق حامد ابرز لاعبي مركزه في افريقيا، واختيره قبل كده ضمن افضل 3 لاعبين داخل القارة. لاعب لا يزال في قمة العطاء 33 سنة، عنده خبرات دولية كبيرة، لاعب كاس عالم 2018 في روسيا وأمم إفريقيا مرتين في 2017 و2019. طارق حامد قائد حقيقي داخل الملعب، هو صاحب دور فني مهم في إفساد هجمات المنافسين. طارق عنده روح قتالية داخل الملعب، يقدر ان هو يلهب مشاعر من يلعب بجواره. زي ما قلت لكم انا مش بدافع عن طارق حامد عشان هو نجم نادي الزمالك، بس طارق حامد حقيقي مرعب لاي فريق منافس، يمكن عشان كده احنا يعني مستعجبين شويه من القرارات يعني او الاختيارات. الحاجه الثانيه اللي عايزه اتكلم عليها هو التقييم العادل للعقود. في سياسه جديده اعلن عنها نادي الزمالك اسمها تقييم عادل للاعبين في الفترة الجاية، خاصة المجموعة اللي هتنتهي تعاقداتها مع نهاية الموسم أو في نهاية الموسم. الزمالك الحقيقة في حاجة لهذه السياسة حقيقة، لازم نسيطر على ارتفاع أسعار اللاعبين ونحدد أو نحد من الارتفاع الجنوني لرواتب النجوم السنوية. احنا حقيقة بنسمع أرقام عجيبة جدا وضخمة جدا جدا، لازم يكون في سيطرة أكبر من كده الفترة اللي جاية عشان أسباب كتيرة. أولها عدم إرهاق خزينة النادي بملايين الجنيهات، تاني حاجة هو فرض العدالة بين اللاعبين في الرواتب، تالت حاجة هو تحفيز اللاعبين إن هم يبذلوا قصارى جهدهم ويقدموا أفضل ما لديهم لرفع راتبهم. كلنا عارفين إن الزمالك الحقيقة عنده مجموعة كبيرة من النجوم هتنتهي تعاقداتهم في نهاية الموسم، زي طارق حامد، محمد أبو جبل، مصطفى فتحي، أشرف بن شرقي، ورزاق سيسي، وأنجم، ودول أسامي كبيرة جدا. ومفيش خلاف إن إدارة النادي لن تدخر الجهد لتجديد عقود هذه المجموعة، ولكن وفقا لظروف النادي المالية، وده حقيقي مهم جدا في الفترة اللي جاية.
المحور الثالث بقى اللي عايزه اكلم حضراتكم فيه هو منتخبنا الوطني، منتخبنا في كأس العرب. النهارده مستر كارلوس كيروش عنده عقد مؤتمر صحفي تحدث فيه عما ينتظر المنتخب في البطوله. لازم يكون معروف لكروش وجهازه ان الجماهير المصريه بتنتظر منافسه قويه على اللقب، وبتنتظر عروض جميله وقويه، وكمان مستنيه سيناريو سنه 1992 لما حققنا اللقب تحت قياده الراحل كابتن محمود الجوهري. المنتخب عنده تشكيله قويه، مفيش كلام، رغم مفاجات المدرب البرتغالي في القايمه. في مقدمتهم نجومنا نجوم الزمالك كان احمد فتوح والونش وزيزو. المنتخب الوطني عنده ماتش مهم في لبنان 1 ديسمبر، ودي بالمناسبة مباراة مش مع لبنان، 1 ديسمبر، والحقيقة ان دي مباراة مش سهلة، لازم نلعب بكل قوة، لا مكان للغرور او الثقة الزايدة. المباراة الاولى مهمة لانها هتحسم لينا بشكل كبير التأهل لدور الثمانية، وفي نفس الوقت هتدينا ثقة كبيرة قبل مباراة الجزائر في الجولة الثانية. وبالمناسبة الجزائر هي من كبار المرشحين للمنافسة على اللقب. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني إن شاء الله في هذه المباراة. دلوقتي خلونا نطلع تقرير عن منتخبنا واللي هيبدأ مسيرته في بطولة كأس العرب، منتخبنا اللي هدفه التتويج واللي هيخوض البطولة بروح نسخة 1992. بروح 92 يبدأ منتخبنا الوطني لكرة القدم مشواره في 1 ديسمبر المقبل في كأس العرب، يواجه لبنان ومن بعدها السودان والجزائر في الدور الأول، بحثا عن حلم أكبر وهو الفوز بالبطولة العربية وتكرار إنجاز عام 1992 وحصد الكأس الغالية. منتخبنا في كأس العرب يخوض البطولة تحت قيادة مدربه كارلوس كيروش، الرجل الذي نجح في التأهل للدور الثالث والأخير في تصفيات كأس العالم وحصد 10 نقاط في 4 مباريات له مع أنغولا والجابون وليبيا. منتخبنا في كأس العرب يخوض البطولة وهو يراهن على مزيج بين النجوم الكبار أصحاب الخبرات مثل محمد الشناوي ومحمود الونش وأحمد حجازي وأكرم توفيق وأحمد فتوح وعمر السولية وأفشة وحمدي فتحي وزيزو ومصطفى فتحي ومحمد شريف. منتخبنا يخوض البطولة وهو يواجه غيابات كبيرة أبرزها غياب طارق حامد ومحمود علاء ومحمد أبو جبل ومحمد عواد نجوم الزمالك ومجموعة المحترفين محمد صلاح ومحمد النني وتريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد. ولكن رغم هذه الغيابات يدخل منتخبنا التحدي العربي الكبير بروح 92 وتكرار تجربة الراحل محمود الجوهري الذي فاز بكأس العرب عبر جيل ضم مزيجا بين الكبار مثل هشام يكن وأحمد الكاس وحسام حسن وأيمن منصور وإسماعيل يوسف ومواهب واعدة من عينة نادر السيد وسامي الشيشيني وتامر عبد الحميد وعلي ماهر. ونبدأ أخبارنا كالعادة مع نادينا الزمالك. البداية من عند مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، واللي أصدر بيان بيهنئ فيه مجلس الأهلي الجديد بعد تجديد ثقة الجمعية العمومية، والبيان جاء كالتالي: يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالتهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب على تجديد ثقة الجمعية العمومية واختيارهم للمرة الثانية لدورة جديدة 2022-2025، ويتمنى مجلس إدارة نادي الزمالك أن يوفقه الله مع المجلس المنتخب الجديد لنادي الأهلي في القضاء على أي فتنة رياضية بين الناديين تؤثر على أمن واستقرار وطننا العظيم مصر. ومجلس إدارة نادي الزمالك ينتهز الفرصة للتعبير عن شكره على مبادرة مجلس إدارة النادي الأهلي بتقديم واجب العزاء على صفحته الرسمية في وفاة المغفور له معالي المستشار جلال إبراهيم رئيس النادي الأسبق ووالد المستشار أحمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك. مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح لفاصل سريع ونرجع منه نستكمل أخبار نادي الزمالك.
ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين اخبار نديده، ونروح لامام عاشور لاعب فريقنا اللي تعرض للاصابه بفيروس كورونا خلال الساعات اللي فاتت. امام دخل عزل. لاعبنا رزاق سيسي مستمر في البرنامج التاهيلي خلال الفتره الحاليه بعد الجراحه اللي خضع ليها في الركبه بنهايه الموسم اللي فات. سيسي بيخوض برنامج تاهيلي شامل تحت اشراف الدكتور اسامه والدكتور عمرو المطراوي ومسؤول التاهيل بالفريق. بنتمنى طبعا عوده سيسي في اسرع وقت لانه هيكون اضافه كبيره للفريق خلال الموسم الحالي. ونروح لكارتيرون اللي طلب من معاونيه تجهيز تقرير مفصل عن كل لاعب بالفريق بعد الست جولات اللي فاتت من بطوله الدوري، وده للوقوف على كل الاخطاء اللي ظهرت والمواقف الفنيه اللي محتاجه تصحيح خلال فتره التوقف الحاليه. مجلس إدارة نادي الزمالك نفى كل الأخبار اللي انتشرت خلال الساعات اللي فاتت بخصوص رحيل كارتيرون أو أوليفيرا مدرب الحراس أو فرناندو مسؤول الأحمال. الجهاز بالكامل مكمل شغله وهيتم إضافة مدرب عام ومدرب مساعد خلال الفترة اللي جاية. مدربنا كارتيرون بيدرس إقامة بعض المباريات الودية خلال فترة التوقف الحالية بسبب خوض منتخبنا الوطني بطولة كأس العرب. الفريق حصل على راحة لمدة 7 أيام وهيستأنف التدريبات يوم 3 ديسمبر إن شاء الله. نجمنا امام عاشور نشر صوره على انستغرام بعد الانباء اللي انتشرت عن اصابته بفيروس كورونا، وكتب امام: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا الحمد لله. اكيد احنا بنتمنى الشفاء السريع لنجم فريقنا ونجم منتخب مصر امام عاشور. نجوم كتير من نادي الزمالك والانديه الاخرى تمنوا هم كمان الشفاء لامام عاشور، ومنهم محمد اشرف فاروق واحمد عيد وعمر السعيد ورزاق سيسي واسلام جابر ومحمد صبحي، كمان عبد الله جمعه اللي كان حريص انه يهزر مع امام وكتب له ان شاء الله ترجع بسرعه، انت كل يوم عندي في الاوضه فربنا يستر. وامام عمل يعني اعاده نشر لكلام عبد الله جمعه وكتب له: لا ما تقلقش يا اخويا. نجمنا مصطفى فتحي احتفل على حسابه في انستجرام بهدف الفوز اللي سجله في مرمى سيراميكا. مصطفى عمل إعادة نشر لكل التهاني اللي بتجيله من الجمهور الزملكاوي الجميل، ومنهم اللي وصفوه بأفضل لاعب في الدوري المصري ولقبوه بحبة الكريز والعالمي. وبعد ما خلصنا أخبار نادينا نروح لمجموعة من الأخبار المتنوعة. البداية من منتخب مصر، قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ضم أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي لقائمة المنتخب على حساب إمام عاشور اللي اتصاب بفيروس كورونا. أكيد يعني كروش خلال المؤتمر وأكد كروش خلال المؤتمر الصحفي اللي عقده النهاردة إن مشكلة حجازي اتحلت وناديه وافق على انضمامه للمنتخب في كأس العرب. ومستمرين مع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا واللي أعلم وبكل وضوح خلال المؤتمر الصحفي النهاردة إن المشاركة في كأس العرب يعني هدفها هو تحضير اللاعبين لتصفيات كأس العالم ولبطولة كأس الأمم الإفريقية، وأكد المدرب البرتغالي إنه هيقود منتخب مصر للمنافسة على اللقب، لكن الكل عارف إن الهدف الأساسي الأول والأخير هو التأهل لكأس العالم. لسه مع كيروش اللي فسر سبب انضمام وجوه جديده للمنتخب وقال ان هو بيفكر في المستقبل ولازم يضم لاعبين صغار السن وانه لازم يتم عمل حساب ان كأس العالم ربما يقام كل سنتين وبالتالي لازم يكون في عدد كبير من اللاعبين الجاهزين لتمثيل مصر خلال المده القصيره بين كل مونديال والتاني، واكد انه مهمته هو صناعه جيل قادر على المنافسه في كل البطولات.
نفى مدرب منتخب مصر وجود أي أزمة بينه وبين طارق حامد نجم الزمالك، وأكد أنه ما فيش مشكلة مع أي لاعب. وقال كمان دلوقتي تعالوا نشوف جزء يعني من المؤتمر الصحفي لي مستر كروش المدير الفني لمنتخبنا قبل السفر للمشاركة في كأس العرب. Okay, gentlemen, as everybody know, we have this competition, Arab Cup. كلكم عارفين عندنا بطولة العرب. انتوا عارفين البطولة دي تحضيرية بالنسبة لنا، يعني لكم يعني اقول تاني ان هي تحضيرية لينا مع لعيبة جداد، مع لعيبة جداد مع بعض ولعيبة جداد خالص اول مرة دي المنتخب. وطبعا فقدنا امام عاشور وبنتمنى له ان شاء الله ان هو يبقى كويس قريب ان شاء الله. هي برضه بطوله تحضيريه او ماتشات تحضيريه بالنسبه لنا او بالنسبه له وبالنسبه للمنتخب واللعيبه للحلم اللي احنا عايزين نوصل له، كاس العالم ان شاء الله. عايز اقول حاجه مهمه جدا ورساله مهمه جدا للناس كلها او الكوره يعني في مصر، كل حاجه مرتبطه بالقرارات بتاعته، ده عشان التيم وبيعمل تيم فور اور وورلد كاب فاينال ان مارس، عشان برضو الحلم لينا والحلم اللي هو جاي لي كاس العالم ان شاء الله. هو طبعا عارف ان بطولة العرب دي حاجة شكل ووضع لينا كبير جدا، لان احنا مصر طبعا في الدول العربية اسم كبير جدا في الكورة. بيقول ان شاء الله يعني بالنسبة لنا هنعمل كل حاجة عشان نخلي اسم مصر في اعلى مكان. هو مش عايز بس الكلام يتفهم غلط عشان يبقى الكلام واضح وصريح جدا مش زي ما تفهم قبل كده. هو بيقول ان دي ماتشات بالنسبه له عايزين نساعد التيم بتاعنا، وهو كان بيقول قبل كده ان احنا بنعمل تيم كويس نوصل بيه كاس عالم ان شاء الله. هي برده ماتشات بالنسبه لنا مهمه وكل حاجه، ولكن برده ماتشات تحضيريه نعمل تيم كويس لكاس العالم ان شاء الله. عايزين يكون عندنا لعيبه كواليتي كويسه وعندها خبره في المنتخبات، وجبنا لعيبه مواهب صغيره ولعيبه سنها صغير كمان يديهم ثقه ونديهم خبره، عشان دول يوم ما يبقوا معانا في القايمه اللي احنا ان شاء الله هنختار منها الماتشات المؤهله لكاس العالم في مارس ان شاء الله. To remind you that فكركو the foreign based players they cannot be here. ده اللعيبه المحترفه مش هيبقى معانا طبعا. طبعا وانتوا عارفين برضو هيبقى عندنا برضو صعوبه ان احنا نستدعي اللعيبه اللي في بيراميدز والمصري، لان عندهم ماتشات في افريقيا. هو والجهاز احنا كلنا يعني اتفرجنا على الماتشات كلها، وكنا بنحاول نتفرج على الماتشات كلها واتفرجنا على فيديوهات كتير. هو واثق وعنده ثقه كبيره جدا ان احنا معانا لعيبه كويسه جدا، وعارف ان هم هيعملوا احسن حاجه هناك في بطوله العرب عشان يخلوا اسم مصر عالي ان شاء الله. هنجيب حجازي بس هيحصل تغيير في المراكز في الجروب اللي معانا. احمد حجازي بدل قلنا هنجيبه يبقى مفيش مشكله، صح ولا لا؟ الموضوع سهل. المجمل يعني في الكلام اللي قاله ان احنا رايحين عشان نكسب، احنا مش رايحين عشان نحض يعني. هو تحضيري مش قصده تحضيري، لا احنا زي ما قلت قبل كده طه وهو اللي قال، ما تفهموش الكلام غلط، هو مش راح يحضر. التحضير اساسه ان انت لازم تكسب، ما انت مش هتحضر لعيبه عشان تخسر، صح ولا لا؟ احنا رايحين في الاساس هنكسب، بنعد لعيبه عشان نكسب بعد كده، لكن ما ينفعش تحضر لعيبه عشان تخسر. لكن هو الكلام يتفهم صح، احنا بنقول لا ماتشات تحضيريه لان جايبين لعيبه مجموعه مع بعض ممكن تكون لسه جديده، ولكن ولعيبه صغيره وبنجرب ناس وبنشوف ناس عشان نوصل لكاس العالم او ماتشين كاس العالم بفرقه محترمه، عندنا 40 لعيب محترمين، ولكن احنا رايحين عشان نكسب. هو بالنسبه له افريقيا حاجه برضو لاسم مصر وكل حاجه وبطوله مهمه، ولكن برضو هو في الاساس هو بيحلم لمصر بكاس العالم. ده كلام مهم جدا يا جماعه، بيقول لك لما تعمل كاس افريقيا امم افريقيه وتعمل كاس عالم في نفس السنه بينهم شهور، يعني ايه اللي بالنسبه لك الاهم؟ If you ask the people كاس العالم طبعا. If you ask the people لو سالت الناس what do you want عايز ايه؟ عايز كاس عالم ولا افريقيا؟ Win African Cup of Nations or be in the World Cup. تاخد افريقيا ولا تروح كاس عالم؟ لا بس كلنا يعني هو بيتكلم بجد. Me too. هو عايز الاثنين برضه. That's why I'm here. عشان كده هو هنا موجود. في التوقيت ده في قائمة اتبعتت المفروض في افريقيا 40 لعيب. We only can change for medical reasons. ممكن نغير لو حد عنده إصابة لا قدر الله أو حد عنده أي حاجة. بيقول لك كل حاجة مفتوحة، مفيش مشكلة يعني بجيب أجمع لك كل الأمور. لكن هو برضه حلمه وهدفه ومجيته هنا في مصر إن هو يروح كأس عالم. هيختار مين والقايمه وكل حاجه. هو بيقول لك لو لقى حد في اي حته زي صلاح هيجيبه، ما عندوش مشكله في اي حاجه. هو بيقول لك دي شغلته ودي هو موجود هنا عشان كده،
وبرده ده باين جدا ان هو بيروح كل الماتشات، بيتفرج على فيديوهات كتير، ما عندوش مشكله في اي حاجه، حتى لو الليسته دي مش هي دي اللي موجوده مش فارقه معاه، يعني مش فارقه معاه حتى لو اللعيب ده مش موجود في الليسته اللي موجوده دلوقتي او في بتاعه افريقيا، بس يبقى موجود في 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 الماتش اللي هنلعبه في مارس، ما عندوش مشكله خالص. في الاخر هو ما عندوش مشكله في اي حد، وبروح الماتشات عشان يختار اي حاجه. وانتم شايفين بتهالي القايمه فيها ناس كتير جدا وفيها لعيبه كتير، كل عمركم ما كنت تتخيل ان ايه ده هيجيب ده ازاي، ده مين ده، عمركم ما شفتوها. فهو بيروح الماتشات عشان يشوف اي حد، ما عندوش مشكله. هيقول تاني القايمه اللي موجوده في كاس العرب وحتى اللي موجوده في افريقيا، احنا ممكن بيلعب فيها او بيختار منها، ولكن فجاه ممكن تلاقي لعيب تاني خالص موجود في ماتش مارس، ما عندوش مشكله خالص في اي لعيب يجيبه. بيقول لي الناس كلها طبعا احنا، انا مش عايز افكر في مين هلاعب مين واروح فين والخمسه اوائل، ولا انا افكر في نفسي وفرقتي وبس، انا عايز اكسب الماتش. كده كده هتلاعب احسن 10 في افريقيا واحنا من ضمنهم، فبالنسبه له اهم حاجه ان هو يكسبه بس. ولا كل الناس بتتكلم عن ان احنا نبقى من الخمسه اللي فوق، يعني I don't care to be in the top 5, I care about the preparation of Egypt. بيقول لك هو مش فارق معاه، مش يعني مش مهتم ان هو يبقى من الخمسه، اهم حاجه التحضير بتاعنا وبتاع هو بتاع المنتخب. You can be in the top 5 but if you don't have a good preparation you lose it. بيقول لك لو ما عندكش تحضير كويس ممكن تخسر حتى لو انت من الاول واحد من الخمسه. خلينا نشتغل ونكسب اللي جاي ونعمل ماتشات كويسه في العرب ونلعب في افريقيا ونكسبها، كان ما عندوش مشكله، ولكن برضو عايزين نكسب. ممكن بيقول لك اكسب ده، تكسب البطوله دي وتكسب البطوله دي وما تروحش كاس عالم، هتزعل برضو. I don't understand why you worry with FIFA ranking. I don't understand. بيقول لك هو مش مهتم بقى بالترتيب بتاع الفيفا يعني. You need to be worried with the World Cup preparation. بيقول لك خلينا كلنا او انت برضو يعني سؤالك يعني خلينا مهتمين او متحفزين. انت تسال زي ما سؤالك الاولين قلته، هتلعب امتى قبل افريقيا، هتلعب كده، الباب مفتوح للناس كلها، اي لعيب بيلعب في اي حته هو بيتفرج على الناس كلها ويتفرج على ناس كتير جدا انا ما كنتش اعرفها بصراحه، ولكن برضو نفس الكلام، هو الباب مفتوح لاي حد يكون موجود في منتخب مصر. هو بيقول هو ما عندوش مشكله مع حد، مع اي لعيب، هو مش جاي هنا عشان يطلع لعيبه، هو جاي هنا عشان يدخل لعيبه في منتخب مصر، وعايز يجيب لعيبه كتير، وبيحترم اي كل اللعيبه، وبيحترم اي لعيب، وبيحب كل اللعيبه. هو في التوقيت ده ممكن يكون شغال في المجموعه دي، ممكن التوقيت اللي بعد كده مجموعه تانية، ولكن هو عايز يوصل في الاخر ان يبقى في ناس كتير جدا من اللعيبه الكويسين في الليسته بتاعت منتخب مصر، اذا كان هو موجود او مش موجود. اي حد يمكن يجي، واي حد ممكن يكون موجود، وطارق كان موجود معانا في اول معسكر وممكن يجي بعد كده. فبيقول لك بعد كده كمان كان السؤال الاولاني اللي كان قال عليه، بيقول لك لو انا عندي كل اسبوع ماتش هشوف لعيبه كتير جدا بقى. نروح للدوري المصري، وانطلقت الساعة 5:30 آخر مباراة بالجولة السادسة من الدوري اللي بتجمع بين إسترن كامباني وفريق الجونة. طبعا فريق إسترن هو الوحيد اللي محققش أي نقطة من بداية الموسم وبيحتل المركز الأخير، والجونة عنده 4 نقط وبيحتل المركز ال 16. الفريقين طبعا يعني بيبحثوا عن تحقيق الفوز وال3 نقاط. طبعا الجونة يعني دي مؤجل منها مباراتين، المصري ضد المقصة وإنبي قدام بيراميدز بسبب مشاركة المصري وبيراميدز في الكونفدرالية الإفريقية. ويعني نتيجة الشوط الأول ما بين إسترن كامباني والجونة انتهت ب1-0 للجونة. النهاردة تم عقد الاجتماع الفني لمباراة مانياما الكونغولي وبيراميدز في ذهاب دور ال32 الثاني في الكونفدرالية الإفريقية، واللي هتتلعب بكرة الساعة 3 العصر على استاد الشهداء بمدينة كينشاسا عاصمة الكونغو. وتم التأكيد إن المباراة تكون بدون جمهور بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. هيرتدي فريق بيراميدز القميص الرمادي، وحارس المرمى هيلبس اللون الأصفر، أما نادي مانياما فهيلعب باللون الأخضر في أسود، وحارس المرمى هيلبس اللون الأحمر. كل التوفيق طبعا لنادي بيراميدز ويحققوا نتيجة إيجابية إن شاء الله. نروح لنادي المصري، واللي غادرت بعثته مقر إقامتها بالعاصمة النيجيرية أبوجا وسافروا إلى مدينة ويري بالطيران الداخلي في نيجيريا. طبعا الفريق البورسعيدي هيلعب بكرة الساعة 5 ضد ريفرز يونايتد في ذهاب دور ال32 الثاني في الكونفدرالية الإفريقية، واللي هتتلعب على استاد أنيامبا بمدينة أبا النيجيرية. كل التوفيق للنادي المصري، حقق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب إن شاء الله.
خلاص الاتحاد الدولي لكرة القدم حسم مواجهات الملحق بين القارات اللي ليها نصف مقعد، وأعلن فيفا عبر حساب كاس العالم الرسمي على تويتر إن خامس قارة آسيا في تصفيات المونديال هيواجه خامس ترتيب تصفيات قارة أمريكا الجنوبية، كمان رابع تصفيات قارة أمريكا الشمالية هيواجه متصدر تصفيات أوقيانوسيا. طبعا آسيا ليها أربع مقاعد ونصف، وده نفس مقاعد أمريكا الجنوبية، وفي ثلاث مقاعد ونص لقارة أمريكا الشمالية ونصف مقعد في تصفيات أوقيانوسيا. نادي برشلونة الأسباني يسعى حاليا لتدعيم صفوفه في بداية عهد مديره الفني الجديد تشافي، وخلال الساعات الأخيرة أكدت تقارير إسبانية أن برشلونة عرض على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صفقة تبادلية ينتقل فيها نجم السيتي فيران توريس للنادي الكتالوني، لكن إدارة السيتي رفضت الصفقة بشكل تام على الرغم من طلب اللاعب نفسه من مدربه جوارديولا الموافقة على رحيله لبرشلونة، وموافقة المدرب طبعا برشلونة يعني بيمر بحالة مادية صعبة، وبالتالي ما يقدرش إن هو يعيد بناء فريقه بصفقات ضخمة، لكنه ممكن يعتمد على الصفقات التبادلية أو إن هو يستعير لاعبين. ومن نادي برشلونة نروح للغريم التاريخي ريال مدريد، اللي واضح انه تألق نجم هجومه فيني جونيور هيمثل صداع في رأس مسؤولي النادي بسبب العقود اللي بتنهال على اللاعب في الفترة الأخيرة، وأبرزها من باريس سان جيرمان الفرنسي اللي يبدو انه مستعد جدا لضم البرازيلي اللي بينتهي عقده مع ريال مدريد في صيف 2024. وكشفت تقارير يعني صحفية إسبانية إن سان جيرمان عرض على اللاعب عقد مدته 6 سنين براتب 17 مليون يورو، هو حقيقة راتب ضخم جدا مقارنة براتبه الحالي اللي لا يتخطى 5 ملايين يورو. ومن أسبانيا نطير لإيطاليا، وأزمة كبيرة تعرض لها نادي يوفنتوس بعد ما يعني ما كانوا محققين من بعد ما محققين الادعاء العام اقتحموا مكاتب النادي للتحفظ على مستندات تخص قضية تلاعب في صفقات وحسابات مالية. وذكرت الصحف الإيطالية إن الادعاء العام في تورينو بيحقق في ضلوع مسؤولي النادي في تزوير معلومات وأرقام خاصة بالصفقات في محاولة للاحتيال على المستثمرين. النهارده عندنا مجموعة كبيرة من المباريات المهمة في الدوريات الأوروبية، أبرزها في الدوري الإنجليزي نجح أرسنال في الفوز 2-0 على نيوكاسل، وحاليا بتقام مباراة ليفربول وساوثهامبتون، وفي الدوري الأسباني الساعة 10 بالليل، وهتكون في مباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإيطالي مباراتين الأولى الساعة 7 وبين يوفي وأتلانتا الساعة 10 إلى ربع بين فينيزيا وإنتر ميلان، وأخيرا في بطولة كوبا ليبرتادوريس هتقام المباراة النهائية بين بالميراس البرازيلي وفلامينجو البرازيلي الساعة 10. ودلوقتي جه الوقت اللي بنستعرض فيه ابرز اللقطات والصور على وسائل التواصل الاجتماعي، يلا نبدا مع بعض فقره السوشيال ميديا. البداية من أحمد سمير فرج لاعب الإسماعيلي السابق اللي كتب على حسابه في فيسبوك: أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا بنتقدم خالص العزاء لي كابتن أحمد في وفاة والده، ربنا يرحمه.
نروح لحساب النادي المصري على انستجرام واللي نشر الصورة دي وكتب عيد ميلاد سعيد لقائدنا التاريخي كابتن عبود الخضري اللي يعني بيحتفلوا بعيد ميلاده النهاردة. حساب النادي البورسعيدي نشر ستوري كمان مكتوب فيها عفوا نحن من مصنع النجوم. ومن المصري نروح لحساب بيراميدز على تويتر وانستجرام واللي نشر فيديو لكواليس تدريبات الفريق في الكونغو الديمقراطية استعدادا لمواجهة فريق مانياما في دور ال 32 الثاني في الكونفدرالية الإفريقية. ونطير للسعودية، حساب نادي النصر على تويتر احتفل بفوز فريقه على أهلي جدة في الدوري السعودي امبارح بنتيجة 2-1، ونشر الحساب اللقطة دي للاعب تاليسكا صاحب هدفين النصر وكتب السحري. نروح لألمانيا لنجم منتخبنا عمر مرموش واللي نشر الصور دي وكتب رجعت إلى الملعب وحققنا الانتصار. طبعا شتوتغارت امبارح فاز 2-1 على ماينز ومرموش لعب أساسي وخرج في الدقيقة 82. مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أنت قصة مصورة للأطفال عن مسيرته من بدايتها إلى الوقت الحالي في محاولة لإلهام الأطفال بقصة نجاحه، وخلال صفحات القصة اللي عددها بيتخطى 200 صفحة حكى مبابي عن كل ذكرياته وزيارته لريال مدريد وهو طفل والصور اللي جمعته بالنجم كريستيانو رونالدو، وقال إن اللي صورهم الصورة دي هو الأسطورة زيدان. وحكى كمان عن رفضه عرض من ريال مدريد قبل الانتقال لباريس سان جيرمان. بالكلام عن مسيرة مبابي الذهبية نروح لحساب مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اللي بتستعد لإعلان الفائز بالكرة الذهبية بعد يومين واللي نشر صورة الكرة الذهبية للسنة الحالية وكتب كل شيء جاهز وكمان فيديو لتجهيز الجائزة. طبعا حاليا في 30 لاعب مرشحين للجائزة المرموقة أبرزهم نجمنا المصري العالمي محمد صلاح والنجوم رونالدو وميسي ومبابي وليفاندوفسكي وغيرهم. نروح لحساب نادي ميلان الإيطالي واللي نشر فيديو للحظة توقيع العقود الجديدة لمدرب الفريق بيولي بعد قرار النادي بتمديد عقده الحالي لنهاية صيف 2023. دلوقتي معانا عبر زوم، يعني في البدايه اتكلمنا عن مواجهه منتخبنا لمنتخب لبنان، معانا دلوقتي عبر زوم كابتن جمال طه مدرب مساعد لمنتخب لبنان الشقيق. برحب بك يا كابتن. اهلا، مساء الخير، الله يخليك يا رب. كابتن انت معانا عبر الهاتف مش عبر زوم، يعني بنرحب بحضرتك. معانا زوم انا مش شايفك كابتن. الله يخليك. طيب كابتن طمنا على الاستعدادات الاخيره يعني لمواجهه منتخب لبنان لمنتخب مصر. ما في شك طبعا، بالاول المنتخب اللبناني جاي من تصفيات كاس العالم، وطبعا مباراتنا مع المنتخب المصري طبيعه الحال لها تحضيرات خاصه، ومبدئيا الوضع المعنوي للمنتخب جيد، عاملين تصفيات جيده لحديت هلا، ومثل ما بتعرفي يعني بما انه البطوله العربيه تجمع كل المنتخبات العربية، شرف لنا كمنتخب لبناني نلعب بهذه البطولة، والشرف الأكبر أنه نكون أول مباراة مع منتخب مصر العريض. طيب لو اتكلمنا بقى فنيا، مين اللعيبة في منتخب مصر اللي ممكن يعني مش تخافوا منهم بس يكونوا بيمثلوا خطورة على المنتخب اللبناني؟ طبعا المنتخب المصري ما في شك أنه من المنتخبات العربية الصف الأول، نحن فينا نقول اللاعبين في عدة لاعبين جيدين، طبعا المنتخب المصري بينقصوا اللاعبين اللي بيلعبوا خارج مصر، ولكن
في كتير لاعبين مثل مصطفى فتحي، الونش، أفشة، زيزو، يعني في لاعبين كتير، وخاصة أنت بتعرفي أنه هي النخبة، نخبة المنتخب الحالي هو من لاعبين الزمالك ولاعبين الأهلي، وإني بعتقد أن الأفضل على صعيد مصر. بقى مطلوب نحسب حساب للكل، لأنه المنتخب المصري يملك عناصر جيدة ولها خبرة كتير كبيرة وباع بكرة القدم. طيب أنا عارفة أن حضرتك زملكاوي، فعايزين نعرف بقى صحيح، إيه يعني سر حبك لنادي الزمالك؟ سر حبي للزمالك يعني أول شيء أنا نص، يعني نص مصري نص لبناني، دي هذه أول شيء. تاني شيء طبعا من الوالد، يعني الوالد كان بتابع كرة قدم مصرية وأنا صغير. طبعا الأهلي كلهم أهلاوية، ما فيش أنا إلا أنا طلعت زملكاوي، يعني عم بحكيك زملكاوي أيام علي خليل، فاروق جعفر، حسن شحاتة، طه بصري، يعني هالمجموعة هيدي. بطبيعة الحال يعني سبحان الله، يعني هذه بتجي هيك بالدم، زملكاوي للعظم، الحمد لله رب العالمين. يعني يشرفنا طبعا يا كابتن. والله لو هنتكلم عن منتخب لبنان، ان هو عنده فرصة في تصفيات كأس العالم ان هو ينافس على الملحق. طبعا من اول ما بلشنا التصفيات بكأس العالم كان كل النقاد وكل المتابعين يعني مش حاسبين حساب المنتخب اللبناني. طبعا في ظروف عندي، وانا ممكن يعني اجي معهم محل من المحلات، ولكن الحمد لله رب العالمين البداية كانت جيدة، وصار في عدة أخطاء، ولكن بعد عندنا الفرصة بعدها متاحة إنه نحن نقدر نلعب بالملحق. معنا 5 نقاط والمركز الثالث مع 6 نقاط، يعني عم نشتغل بشكل كتير جيد، وهذه الفرصة طبعا فرصة كأس العرب حتكون بمثابة تحضير للبداية بجانوري فبراير ومارش، إنه نعمل مباريات جيدة لتصفية كأس العالم إن شاء الله. طيب ان شاء الله طبعا يكون ليكم مكان. اخيرا عايز اسالك عن، شايف ازاي يعني غياب محمد صلاح، هل ده ممكن ياثر على المنتخب او هيبقى الوضع عامل ازاي؟ لكن صراحة أنا محمد صلاح بيأثر على البطولة بشكل عام، لسبب لأنه هي النكهة، أنت بحاجة لنكهة، فمحمد صلاح كان بنكهها للآخر، يعني للأسف يعني كنا كلنا بنتمنى نشوف محمد صلاح بالملعب لحتى تكون للبطولة كمان رونق آخر، ولكن يعني أنا برأيي في كتير لاعبين نجوم ما حتقدر تجي، ولكن لازم جميع المنتخبات يعملوا مباريات جيدة وتكون الصورة جيدة كعرب واحد كبطولة بشكل عام إن شاء الله. طيب إيه هدفكم من المشاركة في البطولة؟ طبعا الهدف الأول المشاركة، لأنه بالآخر تجمع عربي 100%، هذه واحد. اثنان كمان نحن يعني نوعية عنا عناصر جيدة، ويمكن هي الفرصة الأخيرة أنه يلعبوا مباريات بهذا المستوى، خاصة مع المنتخب المصري والمنتخب الجزائري. بعد أنه الهدف الأول أنه نحن إن نقدم صورة جيدة عن كرة القدم اللبنانية. الهدف الثاني أنه نضل نحن ماشيين بمسيرة جيدة، طبعاً عم نتابع مسيرة تصفيات كأس العالم، لحتى كمان نرجع لما نرجع نبلش كأس العالم بأول شهر بال2022 يكون المستوى إن شاء الله والأداء جيد. هل المنتخب اللبناني يعني عنده لعيبه محترفين؟ نعم عندنا لعيبه محترفين، وطبعا نحن مش كل لعيبتنا حيكونوا موجودين، عندنا لعيبه بيلعبوا باليابان، عندنا لعيبه بيلعبوا بالقبرص، عندنا لعيبه بيلعبوا بالسويد، بالدنمارك، مش الكل حيكون موجود، لانه انت بتعرفي نحن مش بالفيفا داي، والانديه صعب تترك لعيبتها، ولكن عندنا بعض اللاعبين اللي ممكن نحن نقدر نجيبهم من ماليزيا ومن السويد ان شاء الله، ومن قطر طبعا في عندنا لاعبين. تمام، انا يعني بشكر حضرتك جدا، يعني اتشرفت جدا بوجودك معايا كابتن جمال طه المدرب شكرا المساعد لك. لمنتخب لبنان الشقيق، بشكر حضرتك جدا. مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح فاصل ونرجع منه نستقبل كابتن كريم ذكري نجم نادي الزمالك السابق، وحديث خاص جدا عن الزمالك وعن كمان منتخبنا الوطني. فاصل قصير ونرجع منه نستكمل مرة تانية. مصر أمام لبنان الأول من ديسمبر،
مباراة تنتظر الفراعنة في الجولة الافتتاحية لكأس العرب مع نظيره اللبناني. مصر ولبنان مباراة يترقبها الشعبين المصري واللبناني. لبنان فريق واعد يقوده مدرب تشيكي هو إيفان هاشيك، يبحث عن استغلال البطولة في إكساب لاعبي حساسية المباريات الصعبة وخبرات البطولات الكبيرة. يخوض كأس العرب بكامل نجومه مع وجوه شابة صغيرة السن، ويواجه منتخب لبنان غيابات قوية يتصدرها كابتن المنتخب ونجمه الأول حسن معتوق للإصابة، وأيضا جوان العمري الذي تعرض للإصابة هو الآخر. ويلعب المنتخب اللبناني بطريقة لعب 3-3-4 والتحول إلى 1-3-2-4 وكذلك اللعب 1-4-1-4، ويميل إلى تطبيق دفاع المنطقة مع اللجوء للمرتدات، وهو يخوض البطولة بحثاً عن احتكاك وخبرات جديدة للاعبيه في ظل قوة المجموعة الرابعة التي تضم مصر والجزائر والسودان. ومن مزاياه الطموح والرغبة في تقديم شكلاً رائعاً معنوياً وسرعة لاعبي والانضباط التكتيكي فنياً. وتبقى مباراة مصر ولبنان ضربة بداية قوية لا بديل فيها عن الفوز للفراعنة في رحلة كأس العرب. ورجعنا لكم بعد الفاصل، والنهارده منورنا كابتن كريم ذكري نجم نادي الزمالك السابق، وحديث خاص جدا عن ابرز القضايا على الساحه الرياضيه. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك يا ماما، اخبارك؟ منورنا والله في قناه الزمالك، وبحييك على البرنامج الجميل. يمكن قعدت فوق شويه اتفرجت كده، يعني برنامج شفت اكتر من خبر، شفت لقاءات كتيره جدا، شفت اخبار كتيره جدا عن انديه محليه وانديه اوروبيه، فلازم احييك طبعا على البرنامج الشامل. بشكر حضرتك جدا، بشكر، شرف ليا طبعا. عايزين نبدا بالمنتخب. النهارده كان في مؤتمر لكروش وطلع التصريحات كتيره، شفت ازاي التصريحات اللي طلعها كروش من يعني ضم حجازي لاستبعاد طارق حامد، بيقول انه مفيش مشاكل طبعا مع طارق حامد ولا اي حاجه، وان هو هيضم كمان ناس جديده وان هو بيفكر في مستقبل، وكان في ان هو يعني بطوله افريقيا ولا كاس العالم، قال لا الافضل طبعا كاس العالم، فالناس ردت وقالت لا يا كابتن احنا عايزين البطولتين. صحيح، دي اكتر جملة انا يعني قبل ما الصحفي يقولها انا خدت بالي منها، وده اللي انا قلته قبل ما الصحفي يقوله او مع الصحفي قاله في حد رد عليه في نفس الوقت، احنا عايزين الاثنين. هو 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 ليه بيخيرنا؟ يعني ايه رايك، كاس عالم ولا افريقيا؟ صح، انت بتخيرنا ليه؟ يعني احنا عايزين الاثنين فعلا، ده حقيقة. منتخبنا بيقول كده، لاعبتنا بتقول كده، امكانياتنا اللي انت جاي عشانها هي اللي بتقول كده. لكن انا شايف تصريحاته غريبة جدا. لازم ينزل لأرض الواقع، احنا منتخب قوي، يمكن شخصيتنا ضايعة بقالها فترة، وضايعة بمعنى ان احنا مثبتين اسلوبنا او طريقة لعبنا، بمعنى ان من وقت كوبر وبعد كوبر حتى احنا بنوصل لأبعد مدى مع كوبر، بس لكن انت طريقتك كانت واحدة، هي دفاعية وبتلعب على المرتدة وخصوصا على صلاح، فانت لغيت شخصية منتخب مصر وخصوصا في فترة الكابتن حسن شحاتة، فبدأت المنتخبات تتجرأ علينا، وبمعنى ان احنا مثبتين طريقة، معنى ان انا بلعب السنغال او الجزائر او المغرب، ممكن وارد ان انا اقفل قدامهم والعب على الهجمه المرتده والعب على السرعات اللي عندي، وحل من الحلول، وفي انديه كبيره جدا بتعمل كده او منتخبات كبيره جدا بتعمل نفس الطريقه، لكن مفيش مباراه ان انا بلعب منتخب ضعيف العب برده بنفس الطريقه وافضل ادافع والعب على المرتدات، لا، لازم انا اخد الاكشن على طول، لازم اخد انا الفعل، انا اللي ابدا هجومي وانا اللي اتحكم في رتم المباراه، انا اللي العب كرة اللي متعودين عليها دايما وباكد في فتره الكابتن حسن شحاته. فكل دي خدت مننا كتير جدا، كل دي طمعت المنتخبات فينا بشكل كبير جدا الفتره الاخيره. يمكن توسمت في خير، يمكن كان اول مباراه منتخب ليبيا هنا في مصر وقدرنا نكسب بصعوبه، لكن المباراه الثانيه قدمنا مباراه هايله، هاجمنا قدرنا نحرز هدف واثنين وثلاثه، ده ادانا مردود كويس جدا. لكن في حاجات غريبه جدا بيعملها، يعني خروج بدايه قفشه ومحمد شريف خرجهم بره، كانت مباراه ليبيا ومعاهم رمضان صبحي، بعدها بحس ان هو بيوزن الكفه، يعني انا خرجت اثنين من الزمالك هروح مخرج اثنين كمان بقى من خرجت اسف اثنين من الاهلي، فلازم اخرج اثنين قدامهم من الزمالك، كان طارق حامد وزيزو. فالفكره كلها ليه ما بسيبش الامور تمشي بطبيعتها؟ طارق حامد لا غنى عنه في منتخب مصر، طارق حامد احسن ديفندر في موجود في مصر كلها، هو الوحيد الهولدنج ميدفيلد اللي بيقف في وسط الملعب دايما، بيعمل بيأمن اي اثنين مدافعين وبيطمنهم سواء منتخب مصر او الزمالك. ما بقولكش خده ولعبه، لا، بس لازم يبقى موجود. والراجل كمان احنا ما بنتكلمش عن طارق وهو مصاب لا قدر الله جامد الاصابه، فانا بقول مستني يرجع لمستواه او بيقدم صوره مش كويسه، لا، الراجل بيلعب
وبيلعب بصوره كويسه جدا. طارق حامد لو اتكلمنا ان في 8 في مش في حالته، ما تلاقي طارق حامد هو الوحيد اللي بيكون في حالته. هو احنا اصلا لحد دلوقتي ما نعرفش ايه سبب الاستبعاد، يمكن في الاول قلنا ان السبب ان هو بيريح طارق حامد شويه، لكن طارق في الاخر برضو ارتاح وخد وقته في الراحه. دلوقتي ناس كتير عماله تسال والجماهير غضبانه الى حد كبير انه ليه ما بياخدش طارق حامد، وفعلا طارق حامد من افضل اللاعبين الموجودين، فناس فعلا غضبانه من هذا الموضوع. صحيح، يعني هي الفكره ان انا ان احنا ما بنتكلم او انا بتكلم دلوقتي ما بقولش خدوا لعبه، لا الراجل لازم يكون له دور. احنا طبعا هنسيب الفرصه للراجل يشتغل واحنا معاه وفي ظهره وكل الكلام اللي احنا بنقوله ده، لكن في نفس الوقت في حاجات بتبقى غريبه شاذه عن القاعده، ان انا طارق حامد مش موجود. رمضان صبحي انا شايفه ماشي كويس جدا مع بيراميد، ليه ما يبقاش موجود؟ طب هل رمضان لو بيلعب في اهلي او الزمالك مش هيبقى موجود برضه؟ لا انا اعتقد ان كل دور، فبرضه في حاجات غريبه بتحصل هو بيعملها. بعد مباراه ليبيا ما عجبنيش برضه بعد كده التشكيل، ما عجبنيش شخصيتنا اللي لعبنا بيها، حاجات كتيره جدا رجعتنا لورا تاني. بدأت احنا كنا بنكسب بصعوبه، بنكسب بصعوبه. هو مش نحس، هو ده اللي فعلا بيحصل، احنا بنكسب بصعوبه. الفكره كلها مش مكسب وخساره، احنا الحمد لله من قبل لقاءات ليبيا واحنا عارفين ان احنا ان شاء الله هنوصل، لان برضو هرجع واقول امكانياتنا تاهلنا لكده. لكن في نفس الوقت انا بكلمك على الكاريزما او الشخصيه بتاعت منتخب مصر، ان الفرق ترجع تعمل حساب. احنا دايما باصين تحت رجلنا، دايما بنلعب اللي احنا هنكسب بالمرتده او بامكانيات محمد صلاح او ايا كان اللي بيكون، عبد الله السعيد او في وقت من الاوقات كان تريزيجيه موجود كان بيشتغل كويس على الاطراف مع محمد صلاح. لكن احنا امكانياتنا تاهلنا لاكتر من كده. عندنا نجوم في المنتخب لكن الشغل الجماعي ما بقاش موجود، دي اول حاجه. تاني حاجه الشخصيه الهجوميه اتلغت من عندنا، مش عارف ليه بصراحه، دايما مايلين للدفاع، واي مدرب بيجي بيحط المنتخب في الدفاع عشان يبدا يلعب على المرتدات. مش معترض، لكن في نفس الوقت انا لازم يبقى عندي شخصيه، لازم ارجع هيبتي تاني. خلي بالك ميزه الزمالك والاهلي والانديه الكبيره عموما في العالم كلها النواحي النفسيه والمعنويه، ان النهارده اي فرقه جايه عامله حسابي، فانا بستغل دي فبنزل اضغط بخلص المباراه في بدايه اللقاء، لكن بخش راس براس مع اي فريق بيقابلني دي اللي بتصدر لي مشاكل كبيره جدا، وده اللي بيمر بيه منتخب مصر دلوقتي. احنا محتاجين فوز معنوي نرجع بيه ثقه الجماهير تاني لمنتخب مصر، نرجع بيه ثقه اللعيبه النفسيه ان احنا نقدر نكسب اي منتخبات. احنا النهارده عمالين نحسب هنقابل مين، جزائر، مغرب، سنغال، كلنا خايفين. في وقت من الاوقات الناس دي اللي كانت بتحسب لنا، دي حقيقة، هي اللي كانت بتخاف تيجي تلعب. طيب شايف ايه هو التشكيل الانسب اللي ممكن كروش يلعب بيه؟ تاني حاجة توقعاتك ايه لمشاركة المنتخب في كأس العرب؟ انا شايفها مشاركة كويسة وهتفيد لعبتنا بشكل كبير جدا. يعني برضو احنا لازم زي ما بنقول السلبيات نقول برضو في ايجابيات كتيرة، ان بدأ يدخل ناس كتيرة جدا ما كانتش دولية وبقت الوقت دولية، فبيتفرج على الماتشات كلها، بيتابع ومتابع كويس جدا للماتشات. شايفين مهند لاشين كمان دخل في المجموعه، مهند لاشين من اللعيبه الكويسه جدا. ابراهيم عادل في وقت من الاوقات كان موجود في المنتخب وموجود. في اسماء كناريا دخل من فتره، عمر مرموش اللي قدمه لنا بصوره هايله، ويمكن يعني خد ريسك كبير جدا ان يجيب عمر مرموش ويبدأه، برضو دي تحسب له. ففي ايجابيات كتيره جدا من ضمنها البطوله العربيه اللي احنا بنتكلم عنها دي، هيظهر فيها لعيبه كتيره جدا كويسه. التشكيل يعني بنسبه كبيره معروف، محمد الشناوي في حراسه المرمى، هيبقى اكرم توفيق ناحيه اليمين واحمد فتوح ناحيه الشمال، الونش واحمد حجازي، هو ايمن اشرف كمان موجود بس يعني هيفضل يلعب بالونش واحمد حجازي طبعا. عجبني جدا اللي هو خد محمد عبد المنعم ومروان داوود، لكن محمد عبد المنعم من وقت سموحه من السنه اللي فاتت وانا متابعه مساك كويس جدا وهيبقى ليه مستقبل كبير يعني. لكن خط الظهر زي ما احنا قلنا يبقى يلعب بالرباعي اكرم توفيق ناحيه اليمين وناحيه الشمال احمد فتوح والونش وحجازي في اثنين مساكين. خط الوسط طبعا عمرو السوليه، ما عندنا مهند لاشين، عبد الواحد، هو ده اللي انا بتكلم عنه بقى. مع احترامي كل الناس اللي موجوده لعيبه كويسه جدا، ومهند لاشين لعيب كويس، عمر كمال، احمد رفعت، زيزو، قفشه، مصطفى فتحي، حسين فيصل، لكن مين في كل دول بيلعب مكان طارق حامد؟ ولا واحد. حتى السوليه عنده الميول الهجوميه اعلى من الدفاعيه، لكن طارق عنده الميول الدفاعيه احسن من الهجوميه. يعني كابتن كروش قال النهارده ان هو حجازي هينضم بدلا يعني من امام عاشور، وبيقول ان هو ممكن يعني يبقى بديل لطارق احمد حجازي مكان امام عاشور. يعني مثلا ممكن يلعب بالسوليه واحمد حجازي، يبقى انت بتلعب بثلاث مدافعين، لان حجازي بطبيعه الحال
هينزل مع الاثنين المساكين اللي ورا، فانت قلبت الطريقه لثلاثه ورا، فانت يعني ايه اللي جاي ممكن العب عشانه؟ يعني ما النهارده انا بلعب البطوله دي عشان كاس العالم اللي انت بتقول عليه، او تصفيه كاس العالم اللي احنا بنتكلم عنها. على الاقل ادينا الشكل او المنظر العام اللي هنلعب بيه لما نيجي نخش في التصفيات. هنشيل سين ونحط صاد، صاد اللي هو المحترف، فاحنا عارفين الشكل اللي احنا بنلعب بيه، لكن بالطريقه دي احنا مش عارفين الشكل. يعني كون ان احمد حجازي هيخش جنب السوليه، فده ما يعني مش هيحصل، استحاله يحصل في الماتشات اللي هي الجامده او التصفيات الرسميه اللي احنا داخلين عليها في كاس العالم. لا، احمد حجازي هيلعب مساك. طب ليه اللفه؟ ما انا اللي هلعب بيه اكمل بيه، بس بشيل الافراد، بشيل المحلي وبحط راجل محترف. فيعني خلينا نقول ال طيب احنا دلوقتي معانا برضو كمان يعني حمدي فتحي وعمرو السوليه، وممكن يبقى معاهم مجدي قفشه قدامهم، هيلعب باثنين قدامهم واحد اللي هو رقم 10 مجدي قفشه، وهيلعب بشريف راس حربه، مصطفى فتحي، وانا شايف ان احمد رفعت ممكن يبدا يعني. طب لو هنتكلم على مصطفى فتحي، متألق بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره، يعني مش بس مع الزمالك، كمان مع المنتخب بنشوف دويتوهات كده، تحس ان هو ايه، تحط جنب اي حد هو بيأدي، تحط جنب صلاح الحقيقه لا، عمل مباراه قويه جدا ورائعه جدا، وكان يعني جميل بشكل كبير، والجماهير دلوقتي مطلعه عليه حبه الكريز. مصطفى من اللعيبه كويسه جدا، وفي وقت من الاوقات يمكن الاصابه عطلته وهو في نادي الزمالك، لكن كان قرار هايل ان مصطفى لازم يطلع اعاره. فتره اعاره سموحه فادت مصطفى كتير جدا، وهي اللي خلته يرجع تاني يفيد الزمالك، لان اي لعيب كوره الميزه في الملعب مش بره الملعب، مهما كان الاسم، مهما كان التاريخ، مهما كانت الامكانيات، هو الملعب. انت النهارده لو قعدتي من الشغل شهر وهتيجي تشتغلي تاني تلاقي فيه صعوبه، لكن لو انت متواجده كل يوم الموضوع بيبقى سلس بالنسبه لك. ده نفس الكلام اللي بينطبق على اي لعيب كوره، مصطفى كريستيانو بيطوروا من نفسهم. مصطفى فتحي شغال بشكل كويس جدا، الفتره الجايه ان شاء الله ربنا يحميه من الاصابات طبعا، هيفضل مكمل بمستواه طول ما رجله في الملعب، هو اضافه كبيره جدا لنادي الزمالك. وفي لعيبه ثانيه بتكون بادئه الموسم بصوره مش كويسه وتلاقيها اختلفت خالص مع الثقه اللي بياخدها من المدرب، مع الماتشات، مع النتائج بتفرق كتير جدا. مصطفى فتحي يا رب النتائج تفضل مساعده كده مع نادي الزمالك، او النتائج تبدا تساعده مع نادي الزمالك، لان لعيب الكوره دايما بيحب يلعب في جو كويس، مش جو مضغوط، مش جو كله ميول دفاعيه، مش جو ان انا النهارده خسران بهدف فمضطر ان انا اعوض الهدف بهدفين، لان نادي الزمالك دايما بيلعب على المكسب. فكل دي بتمثل ضغوط كبيره جدا على اي لعيب كره بيبقى موجود في الملعب، مصطفى فتحي او اي حد بيلعب في الهجوم، تلاقي في تسرع دايما، في فرق بين السرعه والتسرع، فتلاقي دي بتمثل ضغوط كبيره جدا على مصطفى. لكن الزمالك لما بيلعب وهو مش مضغوط ومصطفى يكون موجود، دي بتدي افضليه كبيره جدا لمصطفى. مع ذلك لما نزل مباراه الاهلي كنا مضغوطين، او الزمالك كان مضغوط، لكن قدم فيها مردود كويس جدا، ويمكن دي كانت بدايته، انا شايفها بدايته مباراه الاهلي لما نزل فيها، ويمكن كان هو النقطه المضيئه في المباراه بصراحه. دي حقيقه. في لعيبه تاني ممكن تعتقد ان هم برضو يكونوا مضيئين مع المنتخب الفتره الجايه، او يبقى الورقه الرابحه؟ يعني احنا خلاص عرفنا ان مصطفى فتحي فعلا من اللعيبه الاقوياء جدا، في لعيب تاني عينك عليه كده شايف ان هو برضو ممكن يبقى ورقه رابحه؟ انا شايف المنتخب برضو الاماكن محجوزه، يعني الاماكن بتبقى موجوده للعيبه وهي بتقدم فيها صوره كويسه. يعني اكرم توفيق خلاص كلنا عارفين اللي هو هيلعب ناحيه اليمين، احمد فتوح ممكن تلاقيه ناحيه الشمال، فهتلاقي الفتره الجايه دي كلها اماكن معروفه مين اللي هيلعب فيها. لكن المباريات الصعبه هي اللي بتخلد الذاكره عند الجمهور، يعني فيها اوقات كبيره جدا تلاقي المباراه صعبه ويطلع لنا لعيب هو اللي يجيب هدف المكسب. يعني كلنا فاكرين هدف حمص في ايطاليا، ليه؟ ما احنا كنا بنلعب ايطاليا. فهي الماتشات الصعبه دي مش عايز اقول بتولد نجم، لان احنا لعيبتنا كلها نجوم، لكن هي اللي بتسيب ذاكره عند الجمهور. فالفكره مش مين اللي هيتالق، مين اللي يقدر يصنع الفارق في الماتشات الجايه. تمام كابتن كريم ذكري، لسه الكلام مع حضرتك مخلص. خلونا دلوقتي نطلع فاصل قصير ونرجع منه نستكمل حديثنا عن المنتخب والزمالك.
ورجعنا لكم مرة تانية ومعانا خبر عن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب فريقنا، غادر القاهرة متوجها لدبي لقضاء إجازة لمدة 6 أيام، وبإذن الله هيعود يوم الخميس المقبل ليقود تدريبات الفريق في فترة توقف الدوري. كارتيرون أجرى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا وظهرت نتيجتها سلبية، وده تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة. الفريق هيستأنف تدريباته يوم الجمعة المقبلة استعدادا لمواجهة المقاولين العرب، واللي هتقام يوم 21 ديسمبر المقبل في الجولة 7 لبطولة الدوري. إن شاء الله يرجع بالسلامة. كابتن كريم، نرجع تاني نستكمل حديثنا، ولكن خلينا ننتقل للدوري. لحد دلوقتي شايف ازاي الست جولات، وشايف ازاي الدوري، ومن الفرق اللي شايف ان هي متألقة بشكل كبير؟ يمكن انا شايف ان الدوري السنه دي تكمله لدوري السنه اللي فاتت، وانا كنت دايما بقول على دوري السنه اللي فاتت دوري خارج التوقعات. دايما بتلاقي النتائج يعني مخالفه لتوقعات النقاد او الجماهير حتى، فكل ده بيضيف متعه للدوري بشكل كبير جدا. لكن في انديه بدات كويس، لكن بعدها يمكن اخر اسبوعين ثلاثه ما مشيتش بصوره كويسه، زي مثلا فيوتشر كانوا ماشيين بشكل كويس جدا، لكن امبارح هزيمه وقبلها كانت هزيمه، فدي برضو بتسبب مشاكل كتيره جدا، وده اللي هيحصل في الدوري كله. ما فيش حد يقدر يمشي السيزون كله او الدورين بشكل كويس، لا، في فرق بتتعثر، في فرق تانية بتمشي بشكل كويس، في فرق زي النادي المصري ما خسرتش لكن بدا بتعادلات، وده مش طموح النادي المصري او طموح جماهير النادي المصري او الجهاز الفني اللي موجود حاليا بقياده الكابتن معين الشعباني، ومن المدربين اللي انا بحترمها جدا، وخصوصا الفتره الاخيره دي انا متابعه كويس جدا مع النادي المصري، لكن مش بتعادلات. التعادلات بتنفع ان انت بتلم بنط كويس. يعني كابتن، يعني بما اننا اتكلمنا عن كابتن معين الشعباني، شايف انها تجربته ناجحه مع النادي المصري؟ بص، انا انا من النوع اللي ما بحبش اتسرع، ما بقولش ناجحه او فاشله، لكن في مؤشرات انت بتقدري تحكمي على المدرب او الجهاز الفني اللي موجود بالنسبه لاي فريق. مؤشرات الكابتن معين الشعباني لا، كويسه جدا، الراجل بيقرا الملعب بشكل كويس جدا. ممكن التشكيل بتاعه في اغلب الاوقات ما بيكونش احسن حاجه، لكن بين الشوطين بيقدر يقرا فريق الخصم، بيقرا فريقه بشكل كويس جدا، وبيقدر يغير تغييرات بتفيد النادي المصري بشكل كبير. يعني في مباريات كان النادي المصري متاخر فيها الشوط الاول، بتغييراته قدر النادي المصري يتعادل. اخر مباراه النادي المصري لما غير في بين الشوطين، لا، قدر يكسب الجونه 3. لكن ليه بنقول ان هو ما بيبداش بصوره كويسه؟ عشان برضو الناس تكون فاهمه. كابتن معين الشعباني قبل ما يجي النادي المصري، جه النادي المصري بالظبط قبل انطلاق الدوري باسبوعين. مده مش كافيه ان انت تعملي فتره اعداد، مده مش كافيه ان انت تحفظي اللعيبه اللي موجوده في النادي المصري، مده مش كافيه ان انت تقدري تعرفي الخصوم اللي انت بتلعبها في الدوري. فكل ده بيؤدي ان كابتن معين مش قادر يوصل لانسب تشكيل في النادي المصري، رقم واحد. رقم اتنين، هو ليه ما بيوصلش لانسب تشكيل في النادي المصري؟ النادي المصري في الفتره الاخيره عنده مشكله القيد، ومضطر يلعب في الادوار التمهيديه للكونفدراليه باللعيبه المقيدين من السنه اللي فاتت، فبالتالي هو لازم يدي اللعيبه هتساعده في الكونفدراليه في الدوري، فلازم يدوم في الدوري عشان يساعدوه في الكونفدراليه مع دخول اللعيبه الجداد، فدي مسببه مشاكل كبيره جدا للكابتن معين الشعباني. لكن انا شايفه يعني عشان لغايه دلوقتي بصراحه شايفها تجربه كويسه جدا للنادي المصري، مع مدرب محترم، مدرب كوره فعلا فاهم، بيقرا الملعب بشكل كويس جدا، وزي ما قلت لك يمكن يعني اسبوع ورا الثاني، لا، هو بدا يحفظ الفرقه، بدا يعني يوصل لاقرب تشكيل، وممكن بعد الماتشين اللي جايين في الكونفدراليه، لا، الشكل النادي المصري هيختلف في الدوري. ليه؟ خلاص انا خلصت المرحله الادوار التمهيديه، وان شاء الله النادي المصري يصعد، ففي نفس الوقت خلاص انا بعد الفتره دي هقدر اللعيبه اللي جات تلعب معايا في الدوري اقدر كمان اضيفها للكونفدراليه، فهتفرق معايا بشكل كبير جدا. تمام، كل التوفيق طبعا النادي المصري. لو هنرجع تاني بقى للدوري، شايف ان يعني المنافسه هتنحصر برضو على اهلي زمالك بيراميدز، ولا في فرق شايف ان هي قادمه وبقوه؟ لا، زي ما انت قلتي، اهلي زمالك بيراميدز طبعا. احنا في زمن الفلوس، الفلوس بتعمل كل حاجه، مفيش خزنه في بقيه الفرق اللي موجوده في الدوري غير اهلي وزمالك وبيراميدز، هي اللي بتقدر تصرف، هي اللي بتقدر تجيب صفقات، رغم ان الزمالك كمان يعني الله يكون في عون اللعيبه اللي موجوده، طبعا في مشاكل في القيد، لعيبه كتيره جدا انا مستغرب انها مشيت اول السنه، يمكن جنش انا شايفه ما كانش ينفع يمشي خالص، حسين فيصل، احمد عيد، في لعيبه كتيره جدا
كريم بامبو رغم ان هو اتبقى. في حاجات كتيره جدا حصلت الفتره الاخيره دي اثرت على مستوى فريق الزمالك، لكن يبقى الزمالك منافس طبعا على الدوري. لكن بقيه الفرق هتلاقي الترمومتر بتاعها هيطلع 3 4 اسابيع وهينزل شويه. في فرق طبعا من البدايه طبعا زي ايسترن كومباني من البدايه بتقدم يمكن اسوأ بدايات شفتها للفريق في الدوري الممتاز. يمكن اسوان السنه اللي فاتت رغم ان هو هبط درجه ثانيه، لكن اول اسبوعين كان مع الكابتن سامي الشيشيني وقدر يحرز فيهم المكسب وجمع 6 نقط، ويمكن بعد اول اسبوعين لقينا اسوان كان مركز اول انا فاكر كويس في السنه اللي فاتت. لكن ايسترن كومباني لا، الامور صعبه جدا ولازم يلحقوا نفسهم، لازم يصرف، لازم يجيب لعيبه كويسه موجود، لكن انت محتاج خبرات، محتاج لعيبه كتيره جدا وتدعيمات كتيره جدا لصوت الفرقه. وزي ما قلت لك في بدايه الكلام عن الدوري، اللي معاه فلوس هو اللي هيقدر ينافس، اللي معاه فلوس هو اللي هيقعد في الدوري مرتاح. فاركو النهارده مع الكابتن مجدي بيقدم صوره كويسه جدا. سموحه لسه ما دخلش الاجواء، ماشي بشكل كويس مع الكابتن احمد سامي، لكن برده مش ده سموحه السنه بمناسبة اللي فاتت. بمناسبه ايسترن كامباني يعني اتغلب من شويه من الجونه 2-0، انتهت المباراه 2-0 للجونه. فما يعني الامور صعبه جدا. الاسماعيلي كمان كده مفيش ولا نقطه، مفيش ولا نقطه. ايوه عارف طبعا، 6 هزايم. طبعا يعني امور غريبه جدا. وخلي بالك اللي متابع كوره كويس وخصوصا السنه اللي فاتت عارف ان ده هيحصل مع ايسترن كومباني. اي فريق هيصعد للدوري الممتاز مش هيصرف، مش هيقعد، مش هيلحق يقعد، لان خلاص الانديه كلها بقت عارفه خطوره الدوري. الدوري ما عادش سهل زي السنين اللي فاتت، الدوري ما بقاش كبير. بالاضافه كمان الانديه الشعبيه لازم تصرف، لازم تخلق موارد، لازم تواكب العصر في الظروف اللي احنا فيها عشان يقدروا ينافسوا في انديه الشركات. النهارده فيوتشر بيطلع يصرف، فاركو بيطلع يصرف، كل ده بيضيف للدوري. لكن في نفس الوقت انا لو ما قدرتش اجاريهم خلاص في وقت من الاوقات ممكن انزل. الاسماعيلي شايفين في الفتره الاخيره ومن السنه اللي فاتت كمان بصراحه يعني الامور مش ماشيه بشكل كويس جدا مع الاسماعيلي. المقاولين العرب مش ماشي بصوره كويسه، فرق كتير جدا طلع الجيش لغايه مباراه امبارح ما كانش بيقدم صوره كويسه، لكن مكسب امبارح هيديله ادفانتج شويه في الفتره الجايه، الافضليه في الفتره الجايه ان هو يقدر يكمل بصوره كويسه. فدوري صعب جدا. يبقى زي ما قلنا فعلا ممكن المنافسه تنحصر على الزمالك والاهلي وبيراميدز. طب لو بنتكلم عن نادي الزمالك، لو اتكلمنا عن الجولات اللي فاتت كلها لنادي الزمالك، شايف ازاي حصوله على 13 نقطه في 6 جولات؟ كبدايه يعني شايفها بدايه كويسه، وبما ان يعني لسه الدوري طويل طبعا جدا يعني. مش عايز اقول كويسه ومش عايز اقول وحشه. يعني في حاجات كويسه في حاجات طبعا سيئه. يعني فيها مباراه الاهلي وكنا نتمنى طبعا النتيجه ما تكونش باللي احنا شفناه، او على الاقل يكون في مردود للعيبه في الملعب ان فعلا انت كنت ند كويس، لكن هي طبعا الظروف كلها كانت ضد اللعيبه وما كانوش في حالتهم كلهم، فما تقدريش تقولي على الفتره اللي فاتت دي كويسه وهي فيها اخفاقات، فيها تعادل بنك اهلي، فيها كارترون حاسه مش مركز الفترة الأخيرة. يعني أنا حاسه في الفترة الأخيرة مش عارف، أنت بتحب إسلام جابر هو لعيب كويس جدا، لكن ما ينفعش أبدأه جنب طارق حامد آخر مباراة. عندي إمام عاشور، ما فيش البديل، ما فيش أصلا غير إمام عاشور. أنا بحب عمر السعيد بس لازم أدي لسيف الدين الجزيري شوية. الاتنين فراودة كويسين جدا، لكن ده بيختلف عن ده. عمر بيمتاز اللي هو بيلعب جوه الصندوق كويس جدا، بيلعب بدماغه، لكن سيف الدين الجزيري بيتحرك كويس من تحت. ونادي الزمالك بيعتمد الفترة الأخيرة أو من فترة كبيرة جدا ان نادي الزمالك لعيب الكوره، فدايما انت بتلغي شخصيه لعيب الكوره باللجوء للكوره العاليه، ودي كانت مشكله الزمالك قدام النادي الاهلي ان هو دايما كان بيلعب الكوره الطويله على طول لعمر السعيد، فبالتالي مش دي شخصيه نادي الزمالك ولا دي هويه نادي الزمالك اللي بيعتمد عليها الفتره الاخيره، فانت لغيتها. عمر السعيد مهم ويبدا في ماتشات، لكن لازم تدي لسيف الدين الجزيري برضه، لازم اللي يكون البديل جاهز وحاضر دايما. في مشكله كبيره جدا النهارده ابو جبل، ليه بتقعده على طول بعد مباراه الاهلي؟ ابو جبل شالك فتره كبيره جدا، ما ينفعش اديله مباراه بعدها وبعدها يقعد احتياطي، ما فيش مشاكل. تقصد اديله ثقه يعني؟ هو الثقه موجوده، ده طبيعي جدا لاي لعيب. زي ما شالني هشيله، هي احنا بنقولها كده في لغه الكوره. ده لعيب شالني في فتره كبيره جدا من الاوقات، لازم لما يحصل له دروب انا كمان اشيله على الاقل مباراه وارجع عواد تاني يلعب، ما فيش مشاكل. عواد بيقدم يعني بصراحه اخر مباراه كان كويس فيها جدا، ما فيش مشاكل، الاثنين حراس مرمى كبار. لكن الفكره كلها ان انا ما ينفعش بعد مباراه النادي الاهلي ما قعد ابو جبل على طول، انت بتخلص عليه، لا اديله ثقه. ممكن يكون تبديل بس مش قوي، يقصد ان هو يبدل ما بين احنا. انا مش مختلف مع التبديل، لكن التوقيت بعد مباراه النادي الاهلي دي وحشه. انا النهارده ما اكون لعيب وليا رصيد كبير جدا مع فرقتي ومع نادية وشايل المدرب بقالي فتره، واول ما يحصل لي دروب في مباراه، ده طبيعي جدا بيحصل لاي حد، بس كان المدير الفني اصلا ممكن يكون مش في حالته في يوم المباراه.
طيب خلونا دلوقتي نروح للسوشيال ميديا ناخد اجابات حضراتكم على موضوع حلقتنا النهارده، وهو يعني التبديل ما بين يعني انضمام حجازي للمنتخب بدل من امام عاشور استعدادا لكاس العرب. ناخد سريعا اجابات حضراتكم. عبد الله سالم بيقول طبعا قرار خاطئ من كروش باستبعاد لاعب خط وسط وضم مدافع، كان لازم اذا ضم احمد حجازي كان يستبعد واحد من المدافعين مش لاعب خط وسط، في علامه استفهام على عدم ضم طارق حامد واحد من افضل اللاعبين في نادي الزمالك والدوري المصري. كمان حسام الشيمي بيقول طبعا انضمام حجازي إضافة قوية جدا بديل من إمام عاشور. ادعوا لإمام عاشور بالشفاء يا رب ترجع بالسلامة إن شاء الله، يرجع لنا بألف سلامة. مشاهدينا بشكركم جدا على يعني تواصلكم معنا دايما. كابتن كريم ذكري لاعب يعني نجم نادي الزمالك السابق، بشكر حضرتك جدا على وجودك معايا. انا اللي بشكرك، وعايز اخد دقيقه بس من وقتك. كنت حابب طبعا ان انا اتكلم عن النادي المصري والظروف اللي موجود فيها النادي المصري دلوقتي. في مشكله كبيره جدا في النادي المصري، الموظفين موجودين بقالهم 5 شهور ما بيقبضوش. يعني في وقت يعني في الفتره الاخيره بتابع السوشيال ميديا، لقيت ان في احد الموظفين العداد بتاع الكهرباء بتاعه الشال ما معهوش يدفع ايجار الكهرباء، موظف ما بيقبضش بقاله 5 شهور. قيس على كده موظفين النادي كلها، امور صعبه بيمر بها موظفين النادي المصري. يعني نتمنى حل المشكله ويعني يعني بس يكون في اسرع وقت، اتمنى كده ان شاء الله. كابتن كريم ان شاء الله المشكله دي تتحل في اقرب وقت. مشاهدينا بشكركم جدا على المتابعه، وان شاء الله اشوفكم على خير الحلقات الجايه. شكرا.